هدي جرتو وحن لي هاي حلقان إذا هدرتان توسنا لو باهي هاي مركا إن هدي واحد جدار بك واحد شيء وشيء قاين لكن واحد خلاف وعلى موقف وسوق بكرة دي واحد ويا وعلى هلا كنا وحي وضك ودي وحي بقى عن سيسي كل شيء بقى وضك كيف بقى سيبقى عن سيسي بضحين وكل شيء هذا أول كتر طالما هو ما باهنا تلك الله من بربريان هدي نقول سليم عليه وعلى هلا هاي مضحوينه إنه سلام سيد عليه أو يسوي أنت أود يسوي أو كفرا وحوي باش يكرك وخو الله سياسة يعني واحد وضع وضعك حتى يوسف كنا تري يا بنودة إحنا بدك الصومال هاي خلينا صوروا ويا هو كرينا كنا تري عم بيكونوا ويهم بقى إحنا تاسو وعري خطر ويا عري عادي يا خطر وقى وحلينا هاي مضحوي وين يسوي تنا سلام بعملنا وين يسوي تنا سلام هدا يسوي تنا سلوا وياه اللي بعثوا دوك الصوماليات بكل عيسى وحنا بيان وجدينا بلوان الصوماليات بلوان كانوا جدينا أولنا هاي بلوانكو وحويان واضح بحال في الدولة الدولية وحويان بعشرة هلا دشي أيام ولا نهاية دي دشي وين وين أول نوكر بحه وين واحد الصور كنا هو قال نوكر بحوي نبوا حكاية لا يستطيع لكن وحن كده جينا هو دي بعد ثلاث ستة قصوا ما لي يهرو وضن كأي كل عيسى دي بعد ثلاث عن الخلاف كاسي دي بعد تدي سوا كل عيسى يهك تجلس يد بلع جلس وحويان مستحد يوم تصوما شعب الصومالي ما كان واحد لنا أردت أن أسمع أنت الله ما بعنا دولي دي هوري سيلا سيد دوميسي وحويا سيعر تيد دوميسي وهو أول سيم بقى سيد دوميسي وسيد شو ترى دسو دمي سيد دوميسي أنا هو حما كان تلاقو سو جدين لهذا إن دستور كدب له والله ومشا الله قصارا سيد برسيد الله سمعي ما حوينا في الليل الله سمعي يوم كل حاجة إنه سيد الله شقيه الله سمعي والله ما هو ده الله يسقونه إن هالشي لقى صار أيه أنا جينا أكثر واي واي أنا نمط هذا حكوا قالوا ويدو حكي برا ويدو يا لسنس لانج واحد وحي عصوب برا تي هذا حكوا قالوا ويدو خرمر ما شيء يو سياسة الله واحد أمريكا سياسة الله واحد أمريكا عري عرم ما أفعله عري يا عرم ما أفعله وحوي يعني كوحنا دل ما بستو وحوينا هو حلو حمله يعني كوحير وصار يو ويردن جديد ليه إنه الدولة دي هو يوم ما دي مسيرك اللي قعنتي له كذي تاسي ما شقين إنسان لين ما دحونا هو أقول دقينا تاسي ما شقين إيشو واحد أقبل كريان معها ما دحونا واحد على جرب عينه دفن قاسية ضار شحرة وقاسية حس بيشو ما أنت هذو الكعبو دولة عيد ودولة يحكسوا الاستواء أحزاب ما كان نقوله لكن ما أنت أحزاب منين حس بشرعية أو ذلك كتير أنا نشلو نين كوح وحس ما قاعد أسميه ذلك كوك قصدي كرانا مس ما قاعد واحد لنا وضك أنا عادوا بدن بولي هاي هدي هذا مستحضر مدار كف كريستان ووضك أنا إنه وضن صومالي ودي وصل وراء كف كريستان خلاص كمان تتاجن هلا تشيو هلا ولا شقيو أنتي مدانا من هلا وقال هم غضب مركع قف في ذلك عند وحوا وقف الليل هم غضب عن لنا هاي وحن البرلمان كانوا حن لنا هاي ولا ما ندين شقدي أنا وضي مدد إربان حجبانها مدد إربان حجبانها لكن كبرلمان كي أنا وأوبه waxaan noqday kawaan lagu ganacsaday oo balaban ku noqday xildhibaanada waxaan leenahay labada inay isku dilin ee qalqii qaldan talaabo sharci ah laga qaado hadii ku tanaasil waayo hadii kale waxaan noqonaysaa kana waa kula soconaa kana waa kula soconaa dalka ku duulaya sida balabanka waxaan leeyahay mowqif istaaga fiican mustahab umada ka taliya horta anagu hadaan shacabkan horta reer wasaaruhu waa nin aad u edeb badan waa nin aad u afgaaban waa nin aad u akhlaaq badan sida shacabka Soomaaliyeed ay u yaqaaniin runta marka la isu sheego hadii xukuumadda shaqadeedii oo madaxweynuhu qabsatayna oo madaxweynuhu uu asaga gacanta kula jirana waxa u maleysaa xukuumadda inay reer wasaaruhu inuu arintaas ka gaabsado ka gaabsashada tirada badneed ee uu gaabsaday iyo aadaabtiisa waxay keentay inuu problem soo ifbaxo marka meeshan waxa ka jirto problem waxa ka jiro ana qalana ana adeerka wuxuu yiri hadda kor ana gadow yiri ana gadistay adu waxa ka galay madaxweena dalka waxa yimid baasha asay inuu gatay asaga gadistay isaga leeg gacantiisa ka dhamaalada cid kaleeto oo wax u ogol yahay waa la waayay toban wasiir dalkaan ay tahay xukuumadu sameysatay wala toban ka wasiir madaxweena hoos tagayaan reer wasaar wax yaqaan ma leh shacabkuna way fiirinayaan way u jeedaan marka dawladku meel gaar ah hadaan ahaa jiray dawladii ku meel gaarka ah shacabku waxbay u ogolaayeen dalku waxbay u ogolaayeen wadanka isagoon barbareen iyo dhibaato ka jiray dawladii ku meel gaarka taagnaayeen
madaxweyne dalkan problem asagoon ka jirin dhibaato ka jirin madaxweyne nadiif inta soo dhex fariistay shacabki oo nabad qoriga inta iska dhiga xabad aan rabin ee nabadgelyo shacabki u taagan ee dawlad raadinaysa in dawlad loo noqdana la waayay taasaa dalka ka dhacday marka waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa shacabka nin u roon in ilaahay u keeno xasan sheekh dalku oo oga daray